السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي اليوم فيديو جديد كما كتشوفوا معنا. كنت واجدو هنا في مشروع جوارة البحر، جينا تاني نضربو لكم دويرة تاني في هذا المشروع، وصورنا لكم بزاف الفيديوهات ولقاو الإعجاب ديالكم بزاف، وحاولنا تاني نصور لكم بعض المناظر ديال جوارة البحر كيف ما كتشوفوا معنا في قناة عبدو مارتيل. انتم الاصدقاء ديالنا، انتم هنا هذه جريده زوينه كاينه حتى هي هنايا، هذا في الشطر الاولاني اللي قريب من طريق قنيطره، كاينه هنا جريده زوينه كما كتشوفوا معنا. الشارع حتى هو كبير، انتم يديروا هذا العود حتى هو بحال كارت كور زوين هنايا، على حساب الجريدات، على حساب ان الدري الصغار باش ما يدخلوش يكرسوا من داك الشيء. انتم هنا كما كتشوفوا معنا مشروع جوارة البحر زوين بزاف، احسن مشروع كما كتشوفوا معنا. هانتوما هنا الجريدات ديالهم موالين داكشي نقيقي كيما كتشوفو معانا، ناضي الخوت هانتوما كيما كتشوفو معانا، جردات زوينين. حنا غادي نصوركم تاني تا هاد البلاصة لي كيما كتشوفو فيها، تا هي جردة تا هي كيلعبو هنايا الدراري الصغار، غير حنايا معندناش الحق نصور الدراري الصغار. كي وجينا غير منا نصور لكم الواجهه، هما الواجهه اخرى كاين الاطفال ما خصناش نشدوهم حتى ممنوع علينا نصورو، حنا ما عنديش قناه ندير الاطفال. يعني انا كيما كتشوفوا المحتوى ديالي هو ديال هادشي البني والسكن الاقتصادي، كنبارطاجيه بحال ما كيما كتشوفوا كاع الفيديوهات ديالي شتوهم كيفاش دايرين. ايوا مرحبا بكم في قناه عبدو مارتين كيما كتشوفوا معنا من قلب جوهرة البحر. هاد البروجي هذا ناضي ومازال عادي دار واحد مشروع مع المده، غادي يكون هنايا جرم جوهرة البحر وغادي تصيب تحت مدرسه، ولكن ماشي دابا، مع المده ان شاء الله يكمل المشروع ويتزادوا شي حاجه هنا. جيت لابوسطه يكون واحد المشروع مع المده، راكم عارفين داكشي كيطلب وقت، وغادي يديروا مدرسه وغادي شحال من حاجه غادي تكون كما كتشوفوا معنا. احسن مشروع هو جوهرة البحر، انتم منيا عندهم الزناقة ديالهم كبار، شوارع ديالهم شي مكتوب معنا، الكراجات تانية تانية انتو مالي الكراجات هنا. هاد الواجهة هادي احسن كراجات كيما كتشوف على المسجد هنايا، هادو قرابي للمسجد كيما كتشوفو. ها انتو مالي تاني الجردة، هادي تاهي جردة ناضية جات مالي من جهة القصدير وجات حتى من جهة المسجد. وهذا المشروع هذا راه مشى طويل من طريق قنيطرة على هاد الطريق هادي ديال على شاطئ الأمم اللي كدي حتى ساحة حجي، وعاود تاني طلع للفوق اللي جات البحر. حنا صورنا لكم هاد الواجهة هادي كيما كتشوفو معانا، كيما كتشوفو معنا الأصدقاء، هذا هو المسجد اللي هضرنا عليه وعاودنا هضرنا عليه. هانتوما تبارك الله اللهم بارك، هذا هو المسجد اللي هضرنا عليه، هذا راه تفتح وقلنا شحال من فيديو، والفيديوهات لقاو الاعجاب بزاف، وطرينا نجيو هنا ندخلوا من هنايا ونعاودو نصورو لكم المسجد ونصور لكم حتى هذا المشروع جوهرة البحر اللي هو ما كتصورش بزاف، هذا اكثر محطوطين الفيديوهات غير ديال الاول، وطرينا نجيو نصورو هنايا ان شاء الله. مره اخرى غادي ندخلوا للبارطمان ونصور لكم براطام هنا في مشروع جوهرة البحر ان شاء الله. غادي ندخلوا حتى الشطر الاخراني اللي فيه البني، وهذا حنا اليوم درنا فيديو غير هنا جيت المسجد، وغادي ندخل لداخل كما كتشوفوا معنا. حنا دخلنا هنايا ايوا فرجه ممتعه هنايا، خليكم مع الفيديو، هذا هو المسجد كما كتشوفوا معنا.
تشوفوا معنا المسجد هو هذا، طلعنا في هذه الطنقة هذه باش نصوروا لكم الوجهة هذه لهذ الجهة هذه كدايرة. هذه الجهة هذه هي اللي كطل تاني جيتي من الجهة الأخرى اللي هي كطل على الشارع ديال الرئيسي اللي هو كدير شاد العمامة على الطريق اللي كدير الحيش معه. هانتوما صورنا لكم المسجد جميع الاتجاهات باش يكون بين واضح المسجد. اللهم بارك. هانتوما ايوا فرجة ممتعة.